السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأمر الله النهاردة هنبدأ أولى محاضرات اليورولوجي. محاضرة النهاردة يا جماعة هي عبارة عن introduction، محاضرة خفيفة كده introduction للكورس بتاعنا. محاضرتنا بعنوان اليورولوجيكال سيمتومز اند الفيزيكال اكزامينيشن ان اليورولوجي، يعني في علم المسالك البولية عايزين نعرف ايه هي الأعراض اللي المريض بتاعنا ممكن ان هو يجي يشتكي منها، وازاي انا بعمله فيزيكال اكزامينيشن. تمام كده؟ طيب، فالمحاضرة الأولى هي زي ما نقول إن هي سيمتوماتولوجي إن اليورولوجي. الأعراض اللي ممكن المريض يجي بيها ممكن إنها تكون أعراض عامة، يعني زي ألم مثلا، أنيميا، بليدنج، دي جنرال، دي أعراض عامة. وفي اعراض تانية لا، دي اعراض خاصه. خاصه يعني ايه؟ لوكالايزد او سبيشالايزد للاورجن اللي انا بدرسه، او سبيشالايزد للسيستم اللي انا بدرسه. يعني المريض يجي يقول لك انا بشتكي بحرقان في البول، يعني دماغك هتروح فين؟ دماغك اكيد رايحه في سكه اليورينري سيستم، في مشكله في اليورينري سيستم، صح؟ فده الفرق يا جماعه بين الجنرال واللوكال. ها طيب، نبدا الاول بالجنرال سيمتومز اللي المريض ممكن يجي يشتكي بيها. الجنرال سيمتومز مجمعها لكم عندكم في نومانك لطيفه كده اسمها انام. ايه انام ديت؟ تعال نشوف ايه انام ديت يا سيدي. ايه الاولانيه؟ فور الانيميا. يبقى ايه الاولانيه؟ فور ايه؟ فور الانيميا. يا ترى هو المريض اللي عنده يورولوجيكال ديسوردر، انا ما بحبش ان انا ابدا بالجنرال الاول، انا بحب ان انا ابدا باللوكال الاول، بس خلينا ماشيين مع الكتاب. هو المريض اللي عنده اي مشكله في اليورينري تراك انفكشن، ايه المشكله اللي تخليه يجي له انيميا؟ اكيد المشكله ديت يا دكتور فيها بليدنج، صح؟ اصل هو لما هينزف كل شويه بينزف وهو بيتبول، ده هيعمل ايه؟ ده يؤدي لان الهيموجلوبين كونتنت الموجود عنده في جسمه هيقل، صح؟ فانيميا. طب يبقى الانيميا ايه الاسباب بتاعت الانيميا؟ انيميا اول سبب يجي في دماغك هيماتيوريا، يبقى اول سبب من الاسباب الانيميا هي الهيماتيوريا. ايه تاني يا ترى غير الهيماتيوريا اللي هو بينزل بلاد في اليورين بتاعه؟ ايه تاني عندك؟ رينال فيلير يا دكتور. رينال فيلير ليه يا حبيبي؟ اصل الرينال فيلير يا دكتور الكدني من احد الوظائف بتاعتها انها بتفرز هرمون بيزود من عمليه تصنيع خلايا الدم الحمراء. الهرمون ده اسمه الاريثروبويتين. قوم في الرينال فيلير يا دكتور الاريثروبويتين ما بيطلعش، او كميته اللي بتطلع قليله جدا، فده يؤدي الانيميا برضو. يؤدي الانيميا. ايه تاني؟ ايه تاني؟ والمفروض ديت مش عرض لانيميا، وهي البارانيوبلاستيك سيندروم. ايه البارانيوبلاستيك سيندروم ده؟ بارانيوبلاستيك سيندروم ده عباره عن اي اعراض، اي اعراض للاورام ناشئه من ان الورم بيفرز هرمون معين، تمام؟ ونفترض ان هو بيفرز ماده برضو بتقلل الانتاج بتاع الاريثروبويتين، ما علينا، كل ده هيؤدي الانيميا. فدولت الثلاث اسباب في الرينال ديسيز اللي ممكن المريض يجي يشتكي منهم بانيميا: هيماتيوريا، رينال فيلير، وبارانيوبلاستيك سيندروم. بارانيوبلاستيك سيندروم بتاع ايه؟ بتاع الرينال سيل كارسينوما طبعا، اي بتاع الار سي سي. طيب غير الانيميا، ان فور نوزيا، ايه ده؟ هو المريض بتاعي هيجي يشتكي من نوزيا؟ هيجي يشتكي من غممان نفس؟ يا ترى ايه اسباب الغممان بتاع النفس اللي هو حاسس بيه ده؟ لا ده ليه اسباب كتيره. النوزيا اللي المريض هيجي يشتكي منها ممكن ان هي تكون نوزيا بسبب ابدومينال بين، والابدومينال بين المشهور في اعراض او في امراض الرينال هو ايه؟ الله ينور عليك يا اولاد. المشهور في امراض الرينال يا دكتور هو ايه؟ ايوه هو الرينال كوليك، الله ينور عليكم. الرينال كوليك ده عباره عن ابدومينال بين بيحصل نتيجه لان في حصوه موجوده في اليوريتر، واليوريتر عمال ينقبض على الحصوه فيعمل مغص، بنسميه ايه؟ بنسميه الرينال كوليك، تمام؟ طيب ايه تاني اللي ممكن يعمل نوزيا؟ ايه تاني اللي ممكن يعمل نوزيا عندنا يا دكتور او يعمل ابدومينال بين؟ ده الرينال كوليك ده يعتبر شرب ابدومينال بين. ايه تاني ممكن يعمل ابدومينال بين وبيكون مع نوزيا؟ الهايدرونيفروزس يا دكتور، لما يكون حجم الكليه كبير. ليه؟ اصل لما يكون حجم الكليه كبير بيضغط على الكبسول بتاعتها يا دكتور، فده بيعمل الم بنقول عليه ضل بين، ضل ايكنج بين، تمام؟ والابدومينال بين دايما وابدا بيكون مصحوب بنوزيا وفوميتنج، خلاص؟ ايه تاني يا دكتور؟ ايه تاني؟ دي حاجه بقى مميزه، اكتب يا ابني. اليوريميا ان الكرونيك كيدني ديسيز. ايه اليوريميا ان الكرونيك كيدني ديسيز؟ يوريميا يا جماعه معناها
ان بتزيد كميه اليوريا والكرياتينين الموجودين في الجسم، واليوريا والكرياتينين دي عباره عن توكسيك برودكت بيتم التخلص منها عن طريق الكليه. لما يكون في كرونيك كيدني ديزيز او كرونيك رينال فيلير، الكليه مش شغاله، مفيش افراز للحاجات ديت في اليورين، فالحاجات دي اعتها على التركيز بتاعها في الدم، فده يظهر لك الاعراض بتاعتها، واحد الاعراض بتاعتها انها بتعمل نوزيا. خلاص، يبقى لو جه سالك ايه الاسباب بتاعت النوزيا يا ابني في اليورينري ديس اوردرز، هتقول لي ايه؟ رينال كوليك يا دكتور، اي حاجه بتعمل ابدومينال بين، رينال كوليك، هايدرو نيفروز، يبقى رينال كوليك بيعمل شارب بين، والهايدرو نيفروز بيعمل ضل بين، والاثنين دولت يا دكتور طالما في ابدومينال بين يا دكتور يبقى هيكون في نوزيا معانا. واليوريميا، مش معنى يا ابني اليوريميا، اصل يا دكتور اليوريميا بتعمل ايه؟ بتعمل اريتيشن للبريتونيوم يا دكتور، فبيكون في نوزيا او احساس بغمامان النفس كده. مش بس كده، ده المريض بتاعنا بيكون كمان معاه انوريكزيا، وديت السيمتوم اللي هي الايه اللي بعد كده، انوريكزيا. تمام، يبقى خدنا انيميا نوزيا انوريكزيا، انيميا ونوزيا وانوريكزيا. ايه سبب غمامان النفس؟ ايه سبب الانوريكزيا؟ بصوره اساسيه الانوريكزيا السبب الرئيسي بتاعهم حاجتين. الحاجة الأولانية هي اليوريميا إن الكرونيك كيدني ديسيز، واحد عنده كرونيك فيلير، كرونيك رينال فيلير، هياكل ليه؟ عنده غمامان نفس. إيه تاني؟ المالجنانسي يا دكتور، المالجنانسي بيعمل غمامان نفس صح؟ طيب، وبيعمل ويت لوس كمان، فدايما مالجنانسي هيكون معاه إيه؟ بلس ويت لوس. الحاجة اللي بعد كده، خدنا إيه؟ خدنا أنا، اتبقى لنا ايه؟ اتبقى لنا ام. ايه ام ديت؟ ام ديت فور ميتاستاتيك مانيفيستيشن. ام فور ايه؟ فور الميتاستاتيك. ايه الميتاستاتيك مانيفيستيشن ديت؟ ركز معايا يا سيدي. الميتاستاتيك مانيفيستيشن المقصود بيها ان احنا عندنا في ورم موجود في الكليه، والورم اللي موجود في الكليه او في اليورينري بلادر او في اليورينري سيستم في اي جزء منه بيبتدي ان هو يبعت ميتاستاسيز لانسجه الجسم المختلفه على حسب النسيج اللي هيبعت له ميتاستاسيز. يعني لو بعت للبون، لو بعت للبون هيحصل بون بين يا دكتور وفراكشر، بون بين وفراكشر. طب لو بعت لللنج، يا دكتور ده هيحصل ايه؟ هيحصل ديزنيا. تمام، طب لو بعت للليفر يا ابني، يا دكتور ده لو بعت للليفر هيبتدي ان هو يعلي الانزيمات بتاعه الليفر فيعمل جوندس، هيعمل صفره. تمام، وهيعمل اسايتس، بنسميها مالجننت اسايتس. فديت كده الاعراض الجنرال، الاعراض العامه بالنسبه لليورولوجي. طيب في لوكالايزد، طبعا ده في لوكالايزد، واللوكالايزد عندنا كتير. ايه اللوكالايزد ديت؟ برضه مجمعينها في كلمه. يبقى هنا قلت على الجنرال مانيفيستيشن، قلت انام، انت اللي تنام مش انا. وعلى اللوكال مانيفيستيشن قلنا ايه؟ جمعناه في كلمه ده ماجيك، ده ماجيك. ايه ده ماجيك؟ ده ماجيك او ده هبل، خلي الاثنين. ليه؟ ايه ده ماجيك هبل؟ ده ماجيك هبل، ده سحر، وهنحط كلمة مش من عندي، مش هبل، ده سحر مش هبل. تمام، ده ماجيك مش هبل. طيب ايه ده ماجيك مش هبل دي؟ تعال نركز معنا. هي الاعراض يا جماعة هي عبارة عن نومانك ليس الا، فاحنا بنحاول ان احنا نيسر الامور عليكم، يعني نسهل الدنيا عليكم. طيب ايه اللوكال سيمتومز عندنا؟ اللوكال سيمتومز اول حاجه عندنا هنكتب النومانك بتاعتنا هنا، وبعدين نفسر كل سيمتوم منها بالتفصيل. ادي الدي وادي الاتش وادي الام وادي الجي وادي السي وادي الاتش تاني، هي مره واحده بس اتش، وادي البي وادي ال. ايه الاعراض ديت؟ ايه ده ماجيك مش هبل، او ايه ده؟ ديت اختصار لايه؟ ديت اختصار لديس ستشارج، ديسشارج. اتش اختصار لهيماتويوريا، ام اختصار لماس، جي اختصار لايه؟ جي اختصار لجينيتاليا. مالها الجينيتاليا؟ في اعراض فيها،
سي اختصار لإيه؟ سي اختصار لليورين كونتنت، كونتنت اوف يورين. بي اختصار لبين. ال اختصار للو يورينري تراك سيمتومز، اعراض اللور يورينري تراك. ايه هي الاعراض بتاعت اللور يورينري تراك؟ بنرجع نقسمها لما نيجي نتكلم عنها لجزئين، حاجه اسمها الاريتيتيف سيمتومز وهنرجع نتكلم عنها، وحاجه تانية اسمها الاوبستراكتيف سيمتومز، وديت من اسمها في اوبستراكشن حاصل وهنرجع نتكلم عن الاعراض دي. تعالى ناخد اللوكال سيمتومز بالتفصيل كده الممل، يبقى خلصنا الحمد لله الجزء الاولاني الجنرال سيمتومز. تعالى بقى نتكلم على اللوكال سيمتومز، عرفنا النومانك بتاعتها اللي هي ايه، ده سحر مش هبل. تعالى ناخد اللوكال سيمتومز بتاعتنا واحد واحد ونبدا نتكلم عنهم، ونبدا باول واحد هنتكلم عنه هو البين. البين في اليورولوجي عندك فيه ثلاث انواع من البين ممكن ان انت تقابلهم. اول نوع من البين اللي هو الشارب بين، الالم المبالغ فيه، زي اكزامبل كده الرينال كوليك، الم الحصوات بتاعه الكلى. النوع الثاني من الالم الضل، ايكينج بين، يعني الالم ايه، الالم العميق اللي ما اقدرش احدد مكانه فين بالظبط. اقول لك انا بطني بتوجعني، طب فين بالظبط يا دكتور؟ الحته دي كلها بتوجعني، جزء كبير، تمام. طيب زي ايه الضل ايكينج بين؟ زي البين بسبب تضخم الكلى. زي ايه يعني؟ زي في حالات الهايدرو نفروزس. الحاجه اللي بعد كده في حاجه اسمها راديكولار بين، والراديكولار بين ده الم الاعصاب يا جماعه، عشان كده ليه اسم تاني نيورولوجيكال بين. وده بيحصل فين؟ الله ينور عليكم، ده بيحصل لما يحصل قطع في نيرف او يحصل كومبريشن على نيرف، تمام. طيب وفي الغالب الالم ده بيكون في العضلات، يعني الم عضلات مش الم، او الم عضلات وجلد مش الم جزء من اليورينري تراك. يعني ده بيكون مثلا عندك في الديسك مثلا، اللامبر ديسك برولابس مثلا، يعني حاجه ما لهاش علاقه اصلا باليورولوجي. طيب تعال اعمل لي جدول مقارنه بين الثلاثه. مش مهم قوي جدول المقارنه على فكره، بس احنا هنقوله، هنقوله ليه؟ عشان الرينال كوليك انا عايز احفظك الصوره بتاعه الاعراض، يعني المريض هيجي لك التيبيكال بين بتاعه هيكون عامل ازاي. فاعمل الجدول اللطيف ده، هو انا عايز اقارن بين الرينال كوليك يا دكتور، وعايز اقارن كمان بين الضال ايكنج بين بتاع الهيدرونيفروزس، وعايز اقارن مع الراديكولار بين. اول حاجه الطيب بتاع البين، اول حاجه عايزين نقارن من خلالها الطيب. هتلاحظ ان الراديكولار بين ماله، الرينال كوليك بيكون كوليك بين، الضل ايكنج بين بيكون سنس اوف ديسكمفورت، مجرد بس احساس اوف ديسكمفورت وخلاص، اللي انا مش مرتاح. والراديكولار بين بيكون ايه، نيورال بين. ايه نيورال بين؟ عباره عن الم شديد بيكون ايه، صايب العضلات والجلد. طيب السايت، الحاجه الثانيه هي السايت موجود فين؟ هتلاقي مثلا ان رينال كوليك موجود في الظهر في حته اسمها رينال انجل، وهنا برضو موجود في الظهر في حته اسمها رينال انجل، وهنا برضو موجود فين؟ هنا برضو موجود في الظهر، بس الظهر بالكامل يا جماعه هو الباك، لان احنا قلنا ده الم جلد وعضلات. طيب ده بالنسبه للسايت. الحاجه اللي بعد السايت اسوشيتد سيمتومز، هنكتبها اسوشيتد وخلاص. الرينال كوليك من كتر الشده بتاعته الشخص ما بيقدرش ان هو اصلا ياكل اي حاجه، بيكون معاه نوزيا وفوميتنج وانوريكزيا من شده الابدومينال بين الموجود. الضل ايكنج بين بيكون مع نوزيا وفومتنج برضه نفس الفكره، انما النيورولوجيكال بين ما بيكونش معاه. غير الاسوشيتد سيمتومز عندنا ايه، الراديشن، وديت مهمه وموضع اسئله امتحان. الراديشن بتاع رينال كوليك اغلبنا يعرف ان هو بيكون موجود في الجنب وبيمتد للمنطقه بتاعه الجينيتاليا، يبقى هو في البدايه بتاعته بيكون في رينال انجل، وبعدين يفضل ماشي على نفس الباسوي بتاع
اليوريتر لحد لما يوصل لفين؟ لحد لما يوصل للجينيتاليا، الجينيتاليا والانر ساي. الدال ايكنج بين، الدال ايكنج بين بيكون موجود في الظهر بس، ممكن يوصل للبطن من قدام، فهنكتب لامبر ايه، لامبر ريجون او لامبر بين. الحاجه اللي بعد كده راديكولار بين، ده بيكون موجود على الباك وبينزل على اللور ليمب، لان احنا قلنا فاكر لامبر ديسك برولابس بيضرب او بيضغط على السباينال كورد، ثم بعد كده يضغط على مين؟ الله ينور، بعد السباينال كورد ما يضغط عليه هيروح الدكتور يضغط على الاعصاب الطرفيه اللي طالعه من السباينال كورد، عشان كده اسمه راديكولار بين، صح؟ فهيكون موجود عند على الباك واللور ليمب بالكامل. الحاجه اللي بعد كده ايه اللي بيزوده وايه اللي بيقلله؟ ايه اللي بيزود وايه اللي بيقلل؟ اللي بيقلل طبعا كلهم يعني النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، كلهم كده اهوت بدون منازع، اللي بيقللهم هو النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، موجوده فيهم كلهم. ما ننساش بس ان ده عباره عن كوليك، يعني سبازم، سبازم يعني تشنج حصل في سموز ماسل، فاحنا لو اعطينا سموز ماسل ريلاكسيشن زي الانتي سبازموديك مثلا هيخف؟ اه هيخف. هيخف الالم؟ ايوه هيخف. طيب ده الحاجات اللي بتقلله، امال ايه اللي بيزوده؟ ايه اللي بيزوده؟ اللي بيزود الرينال كوليك هو ان الستون تتحرك، ان الحصوه تتحرك، بيزيد مع الموفمنت. عشان كده بيقول لك الشخص اللي عنده رينال ستون ينام على بطنه ما يتحركش، بينام على بطنه وما يتحركش. الحاجه اللي بعد كده هنا بيزيد الالم كل ما زاد حجم الكليه، كل ما زاد السايز اوف الكيدني، لان كل ما يزيد السايز كل ما يزيد الاسترتش على الكبسول بتاعه الكليه وهيعمل الم اكتر. طيب الراديكولار بين بيزيد مع مين؟ بيزيد مع الموفمنت. ليه؟ اصل العضله اللي مشلوله او اللي مصابه مالها؟ هي دكتور اللي فيها الم، فكل ما يتحرك كل ما هيعمل الم. فدي عندنا كده ايه، جدول مقارنه بسيط بين الانواع المختلفه عندنا من الالم الموجود عندك، من حيث الطيب، من حيث السايت، من حيث الاسوشيتد سيمتومز الموجوده، من حيث الراديشن الموجود، من حيث اللي بيزوده بتاع كل واحد وايه اللي بيقلله. طيب خلصنا البين؟ اه خلصنا البين، بس خد بالك انا اقول لك شويه ان بيس كده، شويه ايه ملاحظات مع بعض. الملاحظات دي عباره عن ايه، بين بلس او البين على حسب المكان. هنرسم عندنا ادي الكليه وادي اليوريتر وهو راح يصب في اليورين بلادر، وادي من اليورين بلادر بعد كده عندنا ايه اليوريثرا. هناخد الرينال كوليك واقول لك على حسب الاماكن بتاعته. فاحنا عندنا الكوليك هيعمل صور مختلفه. في الصوره الاولانيه لا هو موجود عندك عند البلفس، لا هو موجود فين يا جماعه؟ عند البلفس في الابر سيرد هنا. البين في الحاله ديت الراديشن بتاعه هيكون منطقه الابيجاستريوم. ايه الابيجاستريوم؟ اللي هي منطقه فم المعده، اللي هي فوق المعده بالظبط كده، تمام. لو هو الستون موجوده في الميدل سيرد بتاع اليوريتر، البين هيكون موجود او هيراديت اراوند الامبلايكس. ولو الستون موجوده في اللور سيرد زي في الحته ديت كده، البين هيراديت لفين؟ البين هيراديت للتستس، للجينيتاليا اند سكروتوم. طب الفيميل ما عندهاش سكروتوم، امال عندها؟ عندها الليبيا ميجورا. عشان كده انا كتبت لك الراديشن بتاع الالم في الجينيتاليا اند ايه؟ اند الانر ساي، انر ساي ما بين الساي بقى اللي هو السكروتوم واللابيا ميجورا في الفيميل. خلاص؟ خد بالك ان في نفس الجنب الستون اكيد يعني بيكون ستون في جنب واحد، يعني ما فيش حد حظه سيء لدرجه ان يجي له ستون في الجنبين. الاثنين يوريترز بتوعه، لا في الغالب تكون في كامب واحد. طيب ده يا جماعه الستون او الجزء بتاع الرينال ستون، ده الجزء بتاع الرينال كوليك، الالم بتاعها هيراديت فين؟ دي اول ملحوظه. الملحوظه الثانيه البلادر بين، هنرسمها بلون مختلف. البلادر بين هو امتى اليورين بلادر تكون بين؟ فيها بين؟ ده عباره عن سنس اوف ديسكمفورت، ما هوش بين يا جماعه، ده بنقول عليه ضال ايكنج بين.
طب هو برضو ايه يا دكتور اللي يعمل بين؟ عندنا بعض انواع التيومرز في الستيجز المتاخره بتاعتها، او لو في انفلاميشن، لو في انفلاميشن في اليورين بلادر، يعني السيستايتس ده اكتر حاجه، يبقى السبب ايه؟ سيستايتس بين قوسين، سيستايتس. ايوه، ايه الاعراض؟ الاعراض بتاعت السيستايتس ده، السيستايتس ده التهاب، الاعراض بتاعتها هتكون ايه يا دكتور غير البين اللي موجود عندنا؟ الاول البين هيكون موجود فين؟ هيكون سوبرا بيوبك بين، موجود فوق عظمة البيوبس، والبين ده هو هيكون ضل ايكينج، ما هوش شبه رينال كوليك كده خالص، ده عبارة عن ايه؟ احساس بديسكمفورت، احساس بعدم الراحة وعدم الارتياح وخلاص. بيكون معاه ايه؟ بيكون معاه ديسيوريا، الم ديورنج التبول، وبيكون معاه ايه تاني؟ هيماتيوريا، بيكون معاه دم موجود في البول، صح؟ وكمان بسبب الديسيوريا الشخص ما بيكونش عايز يعمل يورينيشن، فبنقول عليها ان ابيليتي تو فويد، او بنقول عليها هيزيتانسي. يعني ايه هيزيتانسي؟ يعني مش عايز يتبول، لان عمليه التبول بتسبب له الم. هيزيتانسي يعني التردد من اجل التبول، خلاص كده. وطبعا بقيه الاعراض بتاعه الاريتيشن اللي هي موجوده، ايه الاريتيتيف سيمتومز المفروض اللي احنا لسه هنتكلم عنها قدام، بس اعرفها دلوقتي، اللي هي ايه؟ اللي هي الارجنسي، الفريكوانسي، والبيرنينج سنسيشن، او ايه؟ او الديسيوري، بيرنينج سنسيشن ديورينج اليورينيشن. فدي كده ايه ملخص الالم بتاع اليورين بلادر. طيب خد بقى اللي بعد كده، خد ايه اللي بعد كده يا دكتور؟ خد عندك اليورين بلادر يا ابني، البين بتاع سوري البين بتاع البروستات. ايه ده، البروستات يا رخرة ممكن يكون فيها بين؟ اه، البروستاتيك بين. في البروستاتيك بين عندك الاول ايه السبب بتاعه؟ نكتب بين قوسين كده اهو، بناين بروستاتيك هايبربليجيا، ده الموست كومن كوز. وطبعا ما ننساش برضو ان البروستاتيك كارسينوما او البروستاتيتس اللي هو الالتهاب اللي بيحصل في الاطفال الصغيرين بعد الاصابه ببعض الفيرال انفكشن زي المامس، تمام؟ طيب فهمني، هفهمك يا سيدي. الالم برضو بيكون ضل ايكنج بين، يعني برضو نفس الاحساس بتاع البلادر بين كده، هو بيكون حاسس ان بعدم الارتياح. احساس بعدم الارتياح عامه، الاحساس دوت او الالم دوت بيراديت المره دي يا جماعه مش للمنطقه بتاعت الليبيا، لا بيمتد لمنطقه الجروان. منطقه الجروان ديت اللي هي ايه؟ اللي هي زي الالياك فوسه، سواء بقى رايت او ليفت، دي المنطقه بتاعت الجروان، هي بين الالياك فوسه وبين الميد لاين. يعني لو جينا رسمنا كده، ادي المنطقه بتاعت الالياك فوسه، الجروان هي المنطقه دي، خلاص، سواء بقى على اليمين او على الشمال، فدي الجروان كده، وهي المنطقه بتاعت الالياك فوسه، خلاص. المنطقه ديت هي اللي بيمتد فيها القلب. طيب الاعراض irritative symptoms وobstructive اكتر، اصل البروستات حجمها كبير، فهتعمل obstructive symptoms. يعني ايه obstructive symptoms؟ يعني الشخص ده هيكون عنده مشاكل اثناء عمليه التبول، او هيكون عنده مشكله obstruction موجود، تمام؟ وكمان بيكون معاه painful ejaculation، painful ejaculation برضه بسبب الاوبستراكشن. يعني خليها كلها اوبستراكتيف سيمتومز وخلاص، وهنتكلم على الاوبستراكتيف سيمتومز قدام دلوقتي، فهتفهم ايه اللي احنا بنقوله فيها. طيب ده بالنسبه للبروستاتيك بين. ايه بعد كده اللي ما جبناش سيرته؟ المفروض يعني ان احنا نتكلم بالمره على التستيكلر بين، تمام؟ التاستس، عشان المفروض ان احنا عندنا الاثنين تاستس في الميل موجودين تحت هنا، فهنتكلم عن التستيكولار بين بالمرة. التستيكولار بين اللي موجود عند حضرتك ممكن يكون ايه؟ ركز معايا. التستيكولار بين يا جماعة ممكن يكون صورة من صورتين على حسب السبب، يعني على حسب السبب. الصورة الأولانية ان هو يكون ضال ايكنج بين، وده في معظم الأحيان، في حين ان الأطفال الصغيرين لما بيحصل لهم تورشن للتستس البين بيكون شارب بين، ألم مبالغ فيه، لأن التستس بتموت فيها اسكيميا، فده بيحصل في التستيكولر
تورشن ان بيلف البلاد سبلاي بتاع التستس حواليها ويبتدي ان هو ايه يتقفل، فبيحصل اسكيميا، والاسكيميا دي بتكون فيها سيفير بين او ضل ايكنج بين. ضل ايكنج بين ده بيكون في الغالب بسبب الاسترتش، ان حجم التستس بيكبر. طب ايه اللي يكبر حجم التستس؟ عندك فيه تستيكولار ماس، الاورام، او حالات الهايدروسيل، ان في فينوس كومبريشن او ان في ميه بتتجمع حوالين التستس، او في حالات الاوركايتس في التهاب موجود في التستس وهكذا. تمام، فدي الانواع بتاعه البين، والبين طبعا بيراديت للجروان في الحالتين. طيب فده يا جماعه كده البين. يبقى الحمد لله كده خلصنا البين، عرفت الانواع المختلفه بتاعه البين، وطبقت الانواع المختلفه ديت على ايه؟ على اليورينري سيستم. طيب الحاجه اللي بعد كده، بعد البين عندنا ايه؟ عندنا الماس. هنتكلم عن الماس. يبقى ما بعد البين هو ايه؟ هو الماس. يبقى اتنين من الاعراض هي الماس. اتنين من الاعراض هي ايه؟ هي الماس طبعا. طيب يا عم الماس عندنا هو ايه اللي يعمل ماس؟ ماس ممكن تكون في اي حته يا جماعه. هنرسم برضو اللينير تراك بتاعنا تاني، ونرسم الماسز المختلفه اللي انت ممكن تقابلها، صح؟ بس اللي يهمني قوي هي مين؟ اللي يهمني قوي هي الرينال ماس. فمعظم الكلام بتاعنا هتلاقينا بنتكلم عن الرينال ماس، وهنتكلم برضو على اليورينري بلادر ماس. فلو عندنا ايه؟ يورينري ماس موجودة هنا، رينال ماس، وعندنا هنا يورينري بلادر ماس. تعال نتكلم نشوف ايه اللي موجود عندنا. في حالات الرينال ماس هتلاحظ ان السايد بتاعها دايما بيكون في المنطقة بتاعت الرينال انجل في البداية. فأول حاجة حضرتك هتحسها ان في ماس ات الرينال انجل، وكل لما الماس دي تكبر كل ما ان هي هتقدر بسهوله انك تحسها من خلال الابدومن. تمام، فهتبتدي انها تكون ايه؟ موجوده في اللامبر ريجون، هتحس ابدومينال ماس موجوده في الابدومن. طيب الماس ديت في كاركتر ليها، الرينال ماس يا جماعه او رينال سويلنج ليه كاركتر، ان هو ايه؟ الكلى يا جماعه ورا البريتون، فعمليه التنفس مش هتاثر عليها. اصلا اثناء التنفس كل الاعضاء اللي ليها علاقه بالبريتون الدايفرام بينزلها لتحت. تمام، يبقى ديت نوت موفابل ويز الريسبيريشن. حاجه اللي بعد كده، ما اقدرش احط ايدي بين السويلنج بتاع الكليه وبين اللور ريبس، كانت انسينويت my hand between الماس and ايه؟ can't insert my hand between الماس and ايه؟ and the ribs. طيب ايه تاني؟ ايه تاني؟ في حاجة مميزة عندنا، وهي لو انا اعمل او امشي بقى بالانسبكشن، بالانسبكشن في ماس، في ابدومينال ماس او لامبر ماس، ده بالانسبكشن. بالبالبيشن بنستخدم حاجه مميزه اسمها بالوتمان تكنيك. ايه بالوتمان تكنيك ديت؟ بحط ايد من قدام على البطن من قدام، وايد من ورا، ايد على البطن من قدام وايد على البطن منين؟ من ورا، وبضغط على الكليه بايد الاثنين. لو لقيت ان انت حسيت الكليه يبقى الكليه انلارجد، الطبيعي اللي انت ما تحسهاش. تمام، فبالوتمان تكنيك بوزيتيف. بالبركشن، باي البركشن حاسس بايه؟ بعمل بركشن في المنطقه بتاعه الرينال انجل. المفروض الرينال انجل ديت قدامها في المعده فيها هواء، ومعدي من عندها الترانسفيرس كولون من قدامها برضو، فلما تضرب عليها المفروض في هواء، فتحس بصوت ايه؟ ريزونانس. هنا لا، هتلاقيها ضل
رينال انجل. انت خلاص كده، انت عايز ايه تاني؟ انت في رينال ماس كده يعني، ما فيش حاجه تانية تشخصها لك. الحاجه اللي بعد كده عندنا الدايركشن اوف جروس، والمفروض يا جماعه بما ان ديت كدني فالكدني بتنمو لتحت، يعني ايه داون وورد جروس. فدي كل حاجه كده عن ايه، عن الكليه الحمد لله، او عن الرينال ماس. تعال ناخد اليورينري بلادر ماس. اليورينري بلادر ماس عباره عن ماس موجوده فين؟ عايزين نكتب بلون تاني، خلينا بالازرق. اليورينا بلادر ماس ديت اولا الماس موجوده يا دكتور مش في رينال انجل، ده الماس موجوده فين؟ في السوبرا بيوبيك ريجن. ماس ات السوبرا بيوبيك ريجن، حلو. غير الماس الموجوده عندك في السوبرا بيوبيك ريجن ديت. الماس ديت لما همشي الايتمز بتاعتي معاها اللي هي بالانسبكشن، في ماس موجوده بالبالبيشن، لما حسيت الماس ديت لقيت ان في ماس، بس خد بالك ما قدرتش ان انا احدد اللور بوردر بتاع الماس. ليه؟ اصل يا دكتور اليورينري بلادر هي بيلفيك اورجن، مش هتبقى ابدومينال اورجن وانا اقدر احسها، يعني مش هتعدي العظم بتاع البلفس اللي هو السيمفيسس بيوبس ولا اقدر احسها غير لو هي انلارجد. كونك اللي انت حاسسها في ماس، بس مش هتقدر تحدد اللور بوردر بتاعها. ليه؟ اصل هو في البلفس تحت، وانت مش هتعرف تدخل ايدك في البلفس تحت بالابدومينال بالبيشن. خلاص. طيب الحاجه اللي بعد كده البركشن، ها دي ماسه في ضل، المفروض ان يورا بلادر جواها ميه، انت لما تضغط على حاجه فيها ميه نوعا ما هتعمل لك صوت ضل، بس ما بيكونش نفس الضلنس اللي انت لما بتضرب على حاجه صلبه. الحاجه اللي بعد كده عندنا بالباي مانوال اكزامينشن، طبعا الكليه الماس بتاعتها بتبان سوفت، انما هنا برضو المفروض دي بالبيشن، يعني الماس بتاعتها بتبان ان هي ايه، بتبان ان هي هارد ماس في الكانسر، هارد وهارد ديت معناها مالجننت، او ممكن ان هي تكون سوفت تيشو، انسجه. انسجه دي بنقول عليها باجي، باجي سوفت. ده زي في حالات ايه الباجي ماس، في حالات اليورين ريتينشن. ليه؟ اصل اليورينري بلادر مليانه بول. طيب وفي الحاله ديت لو انت ركبت كاسيتر، اصل انت لما ركبت كاسيتر نزلت اليورين، هتيجي تضغط مش هتحس اصلا اليورين بلادر محسوس. فده يا جماعه كده ايه، ده كده الماس. ما بعد الماس، ما بعد الماس هو ايه؟ هو العرض الثالث معانا وهو الهيماتيوريا. هيماتيوريا، هيماتيوريا يعني ايه؟ بص الديفينيشن بتاعها عشان مهم وبتتسالوا فيه في الامتحان. بريزنس of more than من 3 ل 5 red blood cells by high power microscopy of urine. يعني اي عينة يورين بتفحصها تحت الميكروسكوب الضوئي على العدسة المكبرة لقيت موجود في العينه بتاعتك اكتر من 3 ل 5 ريد بلاد سيلز، فده يعتبر هيماتيوريا. يا ترى ايه الاسباب بتاعت الهيماتيوريا؟ ايه هي الكوزس؟ وده سؤال امتحان مهم. الكوزس بتاعت الهيماتيوريا عندنا اسباب كتيره جدا، عندنا اسباب كتيره جدا. ايه الاسباب ديت؟ رينال، رينال تاتس، الهيماتيوريا قلنا كلمة النومانك بتاعتها هي رينال تاتس. ايه رينال تاتس دي؟ تركز معايا سيدي. رينال اللي هي أي مشاكل في الكلية يا جماعة تعمل هيماتيوريا. زي إيه مشاكل الكيريا؟ زي مشاكل الأوعية الدموية بتاعة الكلية. زي إيه؟ الرينو فاسكولار ديسيز. إيه تاني؟ الرينال تيومرز. congenital anomalies. زي ايه الكونجينيتال انوماليز الموجود عندنا؟ زي البي البوليسيستيك كيدني. خلاص. طيب فدي الكوزس عندنا رينال. ايه تاتس دي اختصار لايه؟ تاتس دي اختصار لتروما،
باي فور انفلاميشن، اشهر الانفلاميشن والموست كومن كوز على الاطلاق بتاع الهيماتيوريا هو السيستايتس. ام سي يعني موست كومن، دي الموست كومن. التيلي بعد كده هي ايه؟ التيومرز بقى الثانيه، التيومرز في اليورين تراك كلها، سواء اليورينري بلادر كارسينوما او الرينال سيل كارسينوما. الحاجه اللي بعد كده الاخيره ستونز. خد بالك عشان في سؤال مهم في الامتحان يقول لك ايه هو الموست كومن كوز بتاع الهيماتيوريا يا جماعه، هي اليورينري بلادر انفكشن سيستايتس، ها، او اللور يورينري تراك انفكشن. طيب مش الستون، مش الستون، خلاص. فدي الاسباب عندنا بتاعت ايه؟ الاسباب عندنا بتاعت الهيماتيوريا. الحاجه اللي بعد كده اللي عايزين نتكلم عنها الديجريز اوف الهيماتيوريا. هل كل الهيماتيوريا زي بعض؟ لا، مش كلها زي بعض. امال ايه اللي موجود عندنا؟ الهيماتيوريا بترجع انها تتقسم عندك لميكروسكوبيك هيماتيوريا وجروس هيماتيوريا. مايكروسكوبيك وايه؟ مايكروسكوبيك هيماتيوريا وجروس هيماتيوريا. مايكروسكوبيك هيماتيوريا عندنا ده نورمال كلر يا جماعه، نورمال يورين كلر. امال اللي انت شايفه ايه؟ انا شايف عندي ان خلايا الدم يا دكتور، شايف ان خلايا الدم تحت الميكروسكوب هي اللي عددها اكتر من 5 ريد بلاد سيلز، بس ده غير كافي لان هو يلون البول. امال الجروس هيماتيوريا؟ جروس هيماتيوريا معناها ان البول لونه احمر. طب الجروس هيماتيوريا عندنا بترجع انها تتقسم عند حضرتك لمايلد وماسيف وماسيف ويز البلاد كلوت. مايلد عندك، مايلد معناها ان لون اليورين عامل شبه لون التي، عامل شبه لون الشاي، تي لايك، شبه الشاي الخفيف كده. وماسيف معناها لا، ده دم نازل، دم مش نازل بول، شبه او بلاد لايك، يعني خلينا هنا تي لايك، هنا بلاد لايك، شبه الدم. طيب بلاد كلوت، لا ده في جلطات دمويه، في جلطات دمويه، تمام. طيب خد بالك، خد بالك من ايه؟ ان الجلطات الدمويه ممكن تسد مجرى البول. ايوه، هتعمل ايه؟ ممكن انها تعمل يورين ريتينشن. طيب خد بالك المعلومه اللي بعد كده، احنا قسمنا الهيماتيوريا لدرجات، صح؟ المعلومه بتقول لك هل الدرجات المختلفه كوريليت ويز السيفيريتي؟ لا يوجد علاقه بين كميه الدم النازل في البول والسبب، والسبب المفروض بيها وخطوره السبب. فهمنا يا دكتور؟ عشان مش فاهم، ركز يا سيدي، افهم معايا دلوقتي. لو قلت لك ان في يورينري بلادر كارسينوما حجمها لارج جدا، تيجي تبص على كميه البلاد اللي نازله هتلاقي ان هي مايلد هيماتيوريا، في حين ان فيري سمول يورينري بلادر ألسر بسبب انفكشن بسبب سيستايتس عامله لك ماسيف بليدنج. فهمتني؟ فهمتني ان كميه البلاد لا تعكس السبب الحقيقي او خطورته هو ايه؟ طيب يا عم ده شكرا كده. زي ما عملنا مع البين تعالى نعمل مع ايه؟ مع الهيماتيوريا. زي ما عملنا مع البين تعالى نعمل مع الهيماتيوريا. ايوه، هو ايه؟ هيماتيوريا بلس. مش احنا اخدنا بين بلس وقسمنا الانواع بتاعت البين المختلفه على حسب الاعراض اللي معاه؟ هناخد هيماتيوريا بلس. يعني هيماتيوريا بلس حاجه تقول لك ايه؟ تقول لك ان في مشكله. هيماتيوريا بلس حاجه تقول لك ان في ايه؟ في مشكله. ايه المشكله المختلفه ديت؟ لا عندنا حاجات كتير. ايه هيماتيوريا بلس؟ لو لقيت عندك هيماتيوريا ومعاها ديسيوريا، خلينا نكتبها بلون ايه؟ بلون مختلف شويه. هيماتيوريا معها ديسيوريا ومعها فريكوانسي اللي هي الاريتيتيف سيمتومز يا جماعه، هنتكلم عنها دلوقتي. فديت معناها سيستايتس، يبقى ديت بتساوي ايه؟ سيستايتس، التهاب في المثانه البوليه. هيماتيوريا مع اوبستراكتيف سيمتوم، هنكتب اريتيتيف سيمتوم عشان ما احفظكمش زياده، كده كده هنتكلم على الاريتيتيف سيمتوم دلوقتي.
يبقى هيماتيوريا مع irritative symptoms ديت معناها cystitis. هيماتيوريا مع obstructive symptoms دي معناها خلل في البروستا، بالذات البروستاتيك كارسينوم. بروستاتيك كارسينوم. طيب هيماتيوريا مع رينال كوليك معناها ايه؟ ستون على طول. هيماتيوريا مع رينال كوليك معناها ستون يا دكتور، رينال ستون صح. طيب هيماتيوريا معاها فراكشر، هيماتيوريا مع فراكشر للبلفيك بون دي معناها، دي معناها تروما. دي معناها ايه؟ دي معناها تروما، في تروما، الشخص ده اتكسر، في انجري حاصله سواء بقى للبلادر او لليوريثرا. امال اليوريتر يا ابني بلفيك بون انجري، البلفيك بون هي اللي اتعورت، معنى كده ان الابدومن سليمه مفيش فيها مشكله. مشكلتي دلوقتي فين؟ البلفيك بون هتخش تعور الاستراكشر اللي وراها اللي هو اليورينري بلادر واليوريثرا. الحاجه اللي بعد كده لقيت هيماتيوريا معاها فيفر ومعاها ابدومينال بين، مش محتاج ان انا اقول لك ان دي انفكشن صح؟ اصل فيفر وابدومينال بين وبليدنج دي سيستايتس يا دكتور صح؟ او ممكن ان هي تكون على حسب الابدومينال بين، لو هو سوبرا بيوج بيون يبقى سيستايتس، انما لو هو بين ات الرينال انجل وراديتنج للمنطقه بتاعه الابيجاستيريوم لا يا دكتور داريت بايلونيفرايتس صح؟ اكيوت بايلونيفرايتس، لا ده فوق التاب في حوض الكليه. طيب لو لقيت هيماتيوريا ومعهاش اي حاجه ثانيه نو سيمتومز، لدرجه المريض بتاعك جاي بيقول لك انا عندي بس تبول دم، بس بول دموي، بس بول دموي بس، ديت معناها ايه؟ لا دي معناها مصيبه او حاجه عاديه، معناها مصيبه اللي هي المالجنانسي، بالذات اليورينري بلادر مالجنانسي يا جماعه. ليه؟ اصل اليورينري بلادر حجمها كبير وتقدر ان هي تاكيوميليت الماس بتاعه الورم بصوره كبيره، عشان كده ده من الاورام اللي بنقول عليها اوكلت مالجنانسي. يعني ايه اوكلت؟ يعني المريض هيجي لك متاخر، اصل الورم بيكبر بدون ان هو ايه في سبيس يقدر يكبر فيه براحته بدون ما ان هو يعمل اعراض، او ان هي بلاين ليجن زي مثلا سايلنت رينال ستون، حصاوي كلى ايه ما بتعملش سبازم. ديفرنشال دايجنوزس بتاع الهيماتيوريا، ديفرنشال دايجنوزس بتاع الهيماتيوريا، خد بالك الهيماتيوريا يا جماعه هي معناها تواجد بو التواجد دم في البول، بس خد بالك في حاجه اسمها فولس هيماتيوريا، اللي موجود مش دم، امال اللي موجود ايه؟ اللي موجود عندك يا اما صبغه كلر او دراج زي ايه؟ اشهر الادويه ريفامبسين، بيخلي لون البول برتقاني او احمر، واشهر الكالرز الهيموجلوبين، والحاجة التانية غير الهيموجلوبين البي روت البنجر. الهيموجلوبين بيعمل حاجة اسمها ايه؟ هيموجلوبين يوريا، ودي بتحصل في حالات الاكيوت هيمولسس، تكسير خلايا الدم. الهيموجلوبين هتلاقيه امتى؟ في حالات الاكيوت هيمولسس، تكسير خلايا الدم. وده على فكرة الهيموجلوبين الموجود في اليورين ده بيقول لك ان الشخص ده لو ما لحقتوش برينال دياليسز انك تعمله دياليسز، او تبص على الكليه بتاعته الشخص ده ممكن ان هو يموت، خلاص الكليه بتاعته ممكن يحصل لها فيلير ويموت. طيب علاقه الهيماتيوريا مع ايه؟ علاقه الهيماتيوريا مع التبول. بعض الاشخاص هيقول لك يا دكتور انا نزيف عندي في بدايه التبول، ان بي كده اهو هيماتيوريا تايمنج، الوقت بتاع الهيماتيوريا في البدايه بتاعت التبول، في نهايه بتاعت التبول. لا يا دكتور ده طول الفتره بتاعت التبول. طيب هو ده يفرق معاك في ايه؟ اصل يا جماعه ادي اليورين بلادر وادي اليوريثرا، لو الموضوع في بدايه التبول فده بيقول لك ان في يوريثرال انجري، نيتشال دي معناها يوريثرال انجري، تيرمينال دي في النهايه، تيرمينال في النهايه في البلادر لما تنقبض، فتيرمينال ديت دي معناها بلادر انجري او في بلادر تيومر. امال توتال، توتال ده هو الدم جاي من الكليه كده صح؟ ده معناه ان في كيدني او يوريتيريك كوز،
خلاص. فديت كده ايه، دي الانواع المختلفه بتاعت الهيماتيوريا. خلصنا الهيماتيوريا اللي هي كانت العرض رقم 3 من اللوكال. نخش بعد كده على ايه، على اليوريثرال ديسشارج العرض رقم 4. الديسشارج عندنا هنرجع نقسمه لحاجه اسمها فيسيولوجيكال ديسشارج، يعني دي حاجه طبيعيه بتحصل عند الميل والفيميل، بينزل من اليوريثرا بسبب البارا يوريثرال جلاند او السكين جلاند، اللي في الميلز اسمها الكوبر جلاند او الليتر جلاند. وده عباره عن ايه؟ ده عباره عن شويه ميوكس لونهم ايه؟ لونهم كالرلس كده، ودولت بيطلعوا ديورنج السكشوال اكزيتيشن. دي حاجه طبيعيه بتحصل عند الميل والفيميل، مفيش منها مشكله دي. طيب امال المشكله فين؟ المشكله عندك في حالات ايه؟ في حالات البيريولنت ديسشارج، لما يكون الديسشارج ريحته وحشه ولونه غريب. ريحته وحشه ولونه غريب زي ايه يعني؟ بص اللون بتاعه لونه جرين او يلو، جرينش اور يلو، فيشي اودير، ريحته وحشه وسيئه. ده معناه ايه؟ ده معناه ان في انفكشن. انفكشن ديت اللي هي في الغالب سيكشوال ترانزميتد ديسيز. زي ايه السيكشوال ترانزميتد ديسيز ديت؟ زي الجونوريا او الكلاميديا، ديت سيكشوال ترانزميتد ديسيز، او بنقول عليها ايه، فينيريال ديسيز. فينيريال ديسيز فديت السيمتوم رقم 4. تعال نخش على السيمتوم رقم 5 وهو ايه، اللور يورينري تراك سيمتومز. اللور يورينري تراك سيمتومز عندنا بنرجع ان احنا نقسمها عندنا لجزئين، حاجه اسمها الاريتيتيف سيمتومز، irritative بسبب الاريتيشن اللي بيحصل، وحاجه تانية ايه، وحاجه تانية اسمها obstructive symptoms بسبب الاوبستراكشن اللي حاصل عندك. يبقى ايه؟ يبقى عندنا irritative symptoms يعني في ايه، في irritation، و obstructive symptoms يعني في obstruction. ايه هي الirritative symptoms؟ ركز معايا يا عم. اول حاجه عندك urgency. يعني ايه urgency؟ يعني على طول عايز يجري على الحمام. urgency تمام؟ يعني ايه؟ يعني intense desire to make urate، مش قادر يمسك نفسه. حاجة اللي بعد كده frequency. frequency يعني ايه؟ يعني بيشتكي ان عدد مرات التبول كتير. increase number of micturition، اكتر من كام يعني؟ اكتر من 5، اكتر من 5 مرات بالدي. الحاجه اللي بعد كده غير الفريكوانسي، خد بالك قبل ما نقول غير الفريكوانسي، الفريكوانسي هنتكلم تحتيها على شويه عناوين كده. العنوان الاولاني هنرجع نقسم الفريكوانسي عندنا لفريكوانسي ديورنج الدي تايم اسمها دايورنيال فريكوانسي، وفريكوانسي ديورنج النايت اسمها نوكتورنال فريكوانسي، وفريكوانسي ديورنج داي اند نايت. الدايورنال اللي هي بتحصل بالنهار ديت اسبابها ايه؟ اسبابها وانت صاحي ان انت حاسس بان في الم، في حاجه موجوده عندك. الحاجه ديت زي ايه؟ زي البلادر ستون يا دكتور، في حصوه موجوده في اليورين بلادر، فكل شويه انت عايز تعمل ايه؟ عايز تنزل بول، عايز تحاول تنزل الحصوه. الحاجه اللي بعد كده الاشخاص اللي بياخدوا ادويه الدايوريتكس، طبعا الادويه بياخدها هو صاحي، فاكيد هتشتغل وهو صاحي، فطول ما هو صاحي هو رايح جاي على الحمام اللي هي مضرات البول. الحاجه اللي بعد كده انكريز فلويد انتيك اللي هي السايكوجينيك بقى فريكوانسي، انكريز فلويد انتيك او الاشخاص اللي بيشربوا كافيين لمده بكميه كبيره، او الاشخاص اللي بيشربوا الكحول. كل الحاجات ديت بتعمل ايه؟ كل الحاجات ديت بتزود الدايوريسيس او بتزود الفريكوانسي. الحاجه اللي بعد كده الستريس والانكزايتي. فديت حاجات طول ما انت صاحي، طول ما انت ايه بتروح الحمام. الحاجه اللي بعد كده عندك، الحاجه اللي بعد كده النوكتورنال. يا ترى ايه الاسباب اللي تخلي بالليل وانت نايم تصحى من النوم عشان تروح الحمام؟ البروستاتيك انلارجمنت. ليه يا دكتور؟ ليه؟ اصل يا جميل
البروستات، هنتكلم الكلام ده على الاوبستراكتيف سيمتومز كمان شويه. لما بيكون في بروستاتا كبيره هتبتدي ان هي تعمل اوبستراكشن لمجرى البول، فده يؤدي ان الشخص اثناء ما هو بيتبول عنده مشكله مش قادر ان هو يفضي اليورين بلادر بتاعته بالكامل، فبيفضيها وبيروح ينام، فيصحى من نص النوم ليه؟ عشان لسه في بول موجود في اليورينري بلادر بتاعته بيصحيه عشان يدخله الحمام. فدي البروستاتيك ايه؟ البروستاتيك انلارجمنت. الحاجه اللي بعد كده غير البروستاتيك انلارجمنت هي الاديمه، الجسم المنفخ بالذات الاديمه بتاعت اللور لمب. طيب ديت اللي هي ايه؟ النكتورنال. ايه السبب بتاع الاديمه؟ الكونجستيف هارت فيلير، فهنحطها برضو عندنا تحتيها كونجستيف هارت ايه فيلير. خش لي بعد كده على بوس. بوس عندنا هنقسمها عندك ل اربع اسباب، يبقى بوس عندنا اربع اسباب. ايه الاربع اسباب؟ هنجمعها في كلمه A B C D. وايه ديت؟ هنرجع نخليها ايه يعني، هي مش ايه، لا هي ايه، وهنكتب جنبها ايرلي كرونيك رينال فيلير. كرونيك رينال فيلير في بدايته بيكون معاه كميه خروج للبول كتيره جدا. بي ديت اختصار لايه؟ بي هنخليها بي تقيله، وهنكتب بروستاتيك انلارجمنت. ايه ده يا دكتور، هي البروستاتيك البروستاتا المتضخمه بتكون بالنهار وبالليل؟ اه يا جميل. سي فور سيستايتس، دي فور الديابيتس. طب انهي نوع من الديابيتس؟ الاثنين يا حبيبي، ديابيتس ميليتس وانسبيدس، اللي هو السكري ولا سكري. طيب ده كده الايه الفريكوانسي بكل اللي فيه. ايه تاني يا دكتور غير الفريكوانسي موجود عندنا من الاريتيتيف سيمتوم اللي هو رقم ثلاثة؟ رقم ثلاثة عندك الانكونتيننس. الايه؟ الانكونتيننس. يعني ايه انكونتيننس يا جماعه؟ كلمه انكونتيننس معناها تبول لا ارادي. انكونتيننس معناها ايه؟ تبول لا ارادي. طب انواع الانكونتيننس، احنا عندنا الانكونتيننس منه انواع، في تايبس. ايه التايبس؟ يا اما عندك ستريس انكونتيننس، وده بيحصل لما بيزيد الانتر ابدومينال بريشر. ايوه يعني ايه بالظبط؟ يعني الشخص يضحك الشخص يضحك يعيط يكح يبتدي ان هو ينزل بول من اليوريثرا بتاعته. ده الاستريس باختصار، وبيكون موجود في السيدات اكتر من الرجاله. الحاجه اللي بعد كده الارج انكونتيننس، وده نفس الانكونتيننس اللي بيكون موجود فين؟ اللي بيكون موجود نتيجه الاوبستراكشن. يبقى ارج انكونتيننس ده ديو تو اوبستراكشن، لما بيكون في انسداد، زي الاشخاص او الميلز اللي عندهم ده بيكون موجود في الميلز اكتر اللي عندهم ايه؟ بروستاتيك هايبر بليش. الحاجه اللي بعد كده اوفر فلو انكونتيننس. ايه الاوفر فلو انكونتيننس ده؟ ركز معايا. اوفر فلو انكونتيننس ده بيكون في الاشخاص اللي عندهم اليورينر بلادر النيرف سبلاي بتاعها بايظ. هنكتب عندها ايه؟ بيكون موجود في الاوتونوميك نيوروباسي، اعتلال الاعصاب بتاعه اليورينر بلادر. الحاجه اللي بعد كده يا جماعه اللي هي الميكسد. ميكسد يعني ايه؟ ميكسد انكونتيننس يعني في ستريس انكونتيننس ومعاه اوفر فلو، ده الميكس اللي هما الاثنين مع بعض. طيب ده العرض رقم ثلاثة من الاريتيتيف سيمتوم. العرض رقم أربعة من الاريتيتيف سيمتوم هي الديسيوريا، ودي بين ديورنج الميكتيوريشن. الحاجة اللي بعد كده خمسة هي حاجة اسمها سترانج يوريا، ودي عبارة عن بينفول ديسكمفورت ويز فريكوينت فويدنج. يعني ده حاجتين مع بعض، ده حاجتين مع بعض، ديسيوريا بلس فريكوانسي. خلاص طيب كده خلصنا الحمد لله. ايه كده خلصنا اللور يورين تراك سيمتومز الايريتيتف. تعالى نتكلم على الاوبستراكتيف سيمتومز. تعالى نتكلم على الاوبستراكتيف سيمتومز.
هنرسم رسمة لطيفة هنجمع من خلالها الـ Obstructive Symptoms كلها على رسمة واحدة. آدي الـ Urea Bladder وآدي الـ Urethra وآدي الـ Penis بتاع الميل. وادي السبب بتاع الاوبستراكشن اهو، ونفترض ان هي مثلا انلارجد بروستات او ان في ستون موجوده هنا، ده السبب عامه. وتعالى نشوف الاعراض عندنا هي ايه. اول حاجه في الاعراض بسبب الاوبستراكشن، وان الاوبستراكشن عامل له الم، فهو عنده واحد هيزيتانسي. يعني ايه هيزيتانسي؟ يعني مش عايز ان هو يدخل الحمام. هيزيتانسي معناه ان هو بيخش الحمام بس ما بينزلش يورين، بيخش الحمام بس ايه ما بينزلش يورين، يعني تردد، متردد. ايه اللي متردد؟ البول بتاعه متردد ان هو ينزل، delay in the action of mixed urination، او ان البول بتاعه ما ينزلش خالص اصلا، delay or ايه or retention of urine، يعني البول ما ينزلش خالص بسبب الاوبستراكشن. retention لو الاوبستراكشن complete، complete obstruction. لو الاوبستراكشن incomplete بقيه الاعراض اللي هنتكلم عنها هتظهر. يبقى واحد hesitancy، اتنين لا يا عم ده البول عدى الحمد لله وطلع، بس الفكرة ان الشخص بيعمل ستريننج عشان يطلع البول. يعني ايه ستريننج؟ يعني بيحاول ان هو يزود الانترا ابدومينال بريشر. طيب البول طلع، الشخص عمل ستريننج وطلع بول، بس كمية البول اللي طلع قليلة، او هو حاسس ان الكمية بتاعته قليلة، الستريم او الكاليبر او الكمية اللي طلع قليلة. اهي بص كده، المفروض الطبيعي ان هو يطلع مثلا كده الاستريم بتاعه يكون كده وكونتينيوس وكمية كبيرة، لا اللي طالع كمية صغيرة خالص بالخط ده كده، تمام. فديت اسمها ايه؟ اسمها decreased caliber. الحاجة الرابعة decreased caliber and intermittent. بص بص على الرسمة، طالع البول متقطع، متقطع دي اسمها ايه؟ دي اسمها weak intermittent stream. intermittent يعني متقطع. غير كده بعد لما تبول وطلع من الحمام فضل في كمية يورين موجودة لسه في اليوريا بلادر، فهو حاسس ان هو sense of incomplete voiding، هو حاسس ان هو ما لسه ما طلعش كله، لسه في شوية موجودين جوه في اليوريا بلادر. خلاص سنس اوف انكمبليت فويدنج. فديت يا جماعه ايه؟ ديت الاعراض عندنا بتاعه الاوبستراكشن. خلاص طيب هي الرسمه انت هترسمها وهتعرف منها كل الايه، كل الاعراض. الحاجه اللي بعد كده ديستربنس. احنا كده يا جماعه كنا بنتكلم عليه، كنا بنتكلم على السيمتومز صح، خدنا البين، خدنا الهيماتيوريا، خدنا اللور يورينري تراك سيمتومز صح، اتكلمنا عنهم بالتفصيل. هناخد ايه؟ هنرجع بقى نتكلم عنهم صح. يبقى تاني اخدنا ايه؟ اخدنا البين والماس والهيماتيوريا صح، وعرفنا الانواع بتاعه الهيماتيوريا. بعدين اخدنا اليوريثرال ديسشارج، واخدنا اللور يورين تراك سيمتومز. بعدين هناخد ايه؟ هناخد ديستربنس اوف يورين كونتنت. ديستربنس اوف يورين كونتنت دي اللي هي رقم كام؟ دي اللي اعتقد رقم 6. اه دي 5، يبقى اللي جايه دي 6. رقم 6 change in urine content، عمل تحليل بول لاي سبب ان كان، وجد ان هو عنده كميه الخلايا كتيره، وجد ان هو عنده هيماتيوريا او كمية البص كتيرة، في موجود بص سلبي كمية كبيرة، فدي اللي هي البايوري أو الكريستالات الموجودة كتيرة، دي اسمها كريستال يوريا. تمام، كريستالات، أكتر كريستالات بتكون موجودة هي اليوريت كريستالز أو الفوسفيت كريستالز. وجد إن هو موجود عنده خلايا ميتة في اليورين، دي حاجة اسمها نيكرو يوريا، خلايا ميتة في اليورين.
الحاجة اللي بعد كده نوماتو يوريا، وجد ان هو عنده هواء في البول بتاعه. نكتوريا ديت معناها ديد ابيثيليال سيلز بكمية كبيرة. المفروض ان احنا عندنا في ابيثيليال سيلز من 3 ل 5، برضو لو لقيت ان الديد ابيثيليال سيلز موجودة بكمية كبيرة يبقى ديت معناها ان في سلافنج كتير. طب سلافنج كتير بيحصل ان معدل النمو بتاع الخلايا كبير، فده بيحصل في اليورينري بلادر مالجنانسيس. الحاجة اللي بعد كده البيوريا هتكون موجودة في حالات الانفكشن اكيد، ايا كان بقى ابر او لور يورينري تراك انفكشن. هيمات يوريا اخذنا الاسباب بتاعتها كلها. نومو يوريا يعني تواجد هواء، تواجد هواء ديت معناها حاجة من حاجتين، لو هو لسه عامل سيرجيكال بروسيجر قريب زي مثلا السيستوسكوب وفي هواء فدي حاجة طبيعية. طب لو في هواء بدون ما ان هو يكون عامل سيرجيكال بروسيجر، في الغالب الهواء ده بسبب ان في فتحه بين اليوريتر وبين الانتستين، فدي اسمها يورو انتستاينال فيستولا، فتحه موجوده بين اليوريتر وبين الايه اليورينا بلادر، اليورينا بلادر او اليوريتر او وي الانتستين. الحاجه اللي بعد كده غير التشينج في الكونتنت، الحاجه السادسه التشينج فين؟ رقم 7 بقى تشينج في اليورين فوليوم. ايه التشينجز اللي نقابلها في اليورين فوليوم؟ هو طبيعي اليورين فوليوم الطبيعي يا جماعه من اول 500 لحد 2000 مللي في اليوم. كون ان انت تلاقي ان كميه البول اقل من 500 دي اسمها اوليجو يوريا، ما خليها مش 500 يعني المفروض ان هي 400، فاوليجو يوريا يعني كميه البول اقل من 500. طيب لو لقيت ان هي اكتر من 200 دي اسمها بولي يوريا. طب لو لقيت ان هو ما بينزلش يورين خالص دي اسمها ان يوريا، وان يوريا معناها ان في رينال فيلير او ان في دخل الشخص منك في رينال فيلير. الحاجه اللي بعد كده غير رقم 7 عندنا هي رقم 8. رقم 8 هي ايه؟ ابنورماليتيز في الاكسترنال جينيتاليا. زي ايه مثلا؟ هناخد الاكسترنال جينيتاليا بتاعت الميل على سبيل المثال ونشوف ايه اللي موجود فيها. ادي البينس، ادي الفتحه بتاعت البينس، او هناخد من بره كده اهو الفتحه بتاعت البينس اللي هي الاكسترنال يوريثرال ميتس. ممكن ان هي تكون فوق وديت اسمها ايبس بيديس، يعني الفتحه موجوده فوق، او ممكن الفتحه تكون موجوده تحت ودي اسمها هايبوس بيديس. تمام. طيب او ان يكون في بيضاض موجود حوالين الفتحه، يعني في بياض موجود هنا دي اسمها دي فايبرس نوديول، او في نوديول موجوده هنا نوديول على الجلانس بينس، او في ايه او في وايتنينج كلر دي حاجه اسمها لايخن، لايخن يعني ابيض سكليروزس. طيب الحاجه اللي بعد كده البينس بتشوف الكيرفيتشر بتاعه، هو مستقيم ولا كيرفد بالمنظر ده كده، لان لو كيرفد ديت معناه ان في فايبروزس موجود او في هيلينج فايبروز موجود قبل كده. السايز بتاع البينس ممكن يكون شورت بينس او لونج بينس. بعد كده غير البينس عندنا عندنا التستس، الاثنين تستكلز بتتاكد ان التستس فيها ايه، السايز بتاعها نورمال، النمبر بتاعها ان هما اتنين وان مفيش واحده معلقه او حاجه. ولو لقيت السايز كبير ايه اسباب ان السايز بتاع التستس يكون كبير؟ عندك ممكن يكون في ميه حوالين التستس، ديت حاجه اسمها السبرماتوسيل، او في حالات الانجواينال هيرنيا ممكن تلاقي حجم السكروتم كبير، او في حالات الفاريكوز فين الاحتقان اللي بيحصل في الفينز بتاعت البامبيني فورم بليكسس اوف فينز بتاعت التستس. الحاجه اللي بعد كده السيمن ذات نفسه اللي ناتج، ممكن ان احنا نعمل سيمن اناليسيس، فممكن ان هو يكون فيه بايو سبيرميا، او ممكن ان يكون فيه هيماتو سبيرم. فديت ايه دي يا جماعه السيمتوماتولوجي اللي المريض بتاعك ممكن يجي يشتكي منها. خلاص الحاجه اللي بعد كده اللي هنتكلم عنها او احنا اوريدي اتكلمنا عنها وجبنا سيرتها وهي الفيزيكال اكزامينشن.
كلمتين بساط صغيرين ما فهمش اي حاجه. الفيزيكال اكزامينيشن بتاعنا هيكون عامل ازاي؟ فيزيكال اكزامينيشن انا عايز افحص كل جزء لوحده، عايز افحص الكليه، هعتمد على ايه؟ هعتمد يا دكتور على انسبكشن. مفروض نورمالي الكليه مش بلجنج ولا اي حاجه، وبعدين هنعمل او هعتمد على البلبيشن. وما ننساش ان في سبيشال بلبيشن ميثود للكليه، وهي ايه؟ وهي حاجه اسمها البالوتمن تكنيك، ان انت بتضغط، او اللي هي الباي مانوال، باي مانوال بالوتمنت، ان انت بتمسك الكليه بايدك الاثنين، او الباي مانوال اكزامينيشن بعد كده بالبركشن. الطبيعي ان الرينال انجل تكون ضل، الطبيعي ان الرينال انجل تكون سوني ريزونانت. لو لقيت ان هي ضل ده معناها في رينال سويلنج او رينال انلارجمنت. الحاجه اللي بعد كده مفيش سماعات طبعا، ده بالنسبه للكدني. بعدين عندنا اليورينري بلادر. الاكزامينيشن بتاع اليورينري بلادر في الغالب هو ايه؟ انسبكشن، سوري، الانسبكشن عشان نشوف اذا كان في اي ماس او اي حاجه ظاهر عندك في السوبرا بيوبيك ريجون. وبرده بالبلبيشن عشان تحس اذا كان حجمها كبير او لا، وبرده بالبركشن عشان تشوف اذا كان في دالنس او لا. فديت ايه؟ فديت الايتيمز بتاعتنا عندنا في الاكزامينيشن بتاعت اليورين بلاد. ما انساش برده ان ديورنج اليورولوجيكال اكزامينيشن بفحص او بعمل بير ريكتال اكزامينيشن او بير ريكتال بالبيشن. طب البير ريكتال بالبيشن ده ليه؟ عشان البروستات. فهنمسح كلمه بير ريكتال بالبيشن ديت وهنكتب ايه؟ وهنكتب بروستات اكزامينيشن. هنفحص البروستاتا ازاي؟ البروستات بنفحصها بالبي ار اللي هو بير ريكتال ديجيتال اكزامينيشن. صباعك بتدخله في ريكتم. الطبيعي ان اول ما تخش صباعك في الانس اصلا يحصل حاجه اسمها بالبو كافيرنس ريفلكس. ايه البالبو كافيرنس ريفلكس ده؟ بتلاحظ ان الكافيرنس او الكافيرنس بودي الموجوده في البينس بتتملى دم، فده يخليها ايه؟ يخلي يحصل ايجكشن. تمام؟ بلبس يعني مجرد ما تحط ايدك في الانس المفروض الطبيعي ان يحصل ايجكشن لايه؟ للبينس، او يتحرك على الاقل. تمام؟ طيب لو الريفلكس ده غايب، لو نو ريفلكس، دي معناها ايه؟ دي معناها نيوروجينيك بلادر على طول. يعني ايه؟ يعني في خلل، في خلل موجود في الغالب الاعصاب مضغوط عليها او اتقطعت، او ان الاعصاب باظت. يعني بلاش كلمه نيوروجينيك بلادر ديت وخلي المصطلح يكون عام شويه، هنكتب عندها في اوتونوميك نيوروباثي، في خلل في السمباثاتيك والبارا سمباثاتيك سيستم اللي بيغذي اليورينا بلادر والاجزاء دي. طيب الحاجه اللي بعد كده الاكزامينيشن بتاعك، انت بتديتكت مين؟ البروستات. الطبيعي انك هتحس البروستات، هحسها. تمام؟ طب هتحسها حجمها ازاي؟ احسها في السايز بتاعها الطبيعي، ان هو كان انا ماسك لوزه، لوزه في نفس السايز بتاع اللوزه، خلاص الوولنات. والوولنات بتاعتنا ديت هتحس ان في زي ديبريشن موجود عليها كده، الديبريشن ده اللي هو الميديان ساركس. تمام؟ طيب لو حسيت بقى بشكل غريب، ركز معايا، شكل غريب زي ايه؟ لو حسيت ان هي حجمها كبير، السايز بتاعها كبير، احنا عندنا حاجه من حاجتين يكبروا السايز، يا اما ان ديت بناين بروستاتيك هايبربليجيا، يا اما ان ديت بروستاتيك كارسينوما. عارف ازاي؟ كون اللي انت لاقي نورمال ريكتال ميكوزا وكون اللي انت حاسس الميديان سالكس بسهوله، فدي في الغالب بيقول لك ان دي بناين بروستاتيك هايبربليجيا. خلاص؟ وطبعا الكونسستنسي رابري لان دي جلاند. اول ما الكونسستنسي تتغير معاك وتبقى هارد او فيرم حتى، وما تحسش الميديان سالكس، والميكوزا بتاعت الريكتم تكون ابنورمال، يبقى في الغالب ديت بروستاتيك كارسينوما. خلاص كده؟ طيب ايه تاني اللي بحسه بالبير ريكتال اكزامينيشن او الديجيتي ريكتال اكزامينيشن؟ بحس برضه يا دكتور اليورينا بلادر. ايه ده؟ هتحس اليورينا بلادر ازاي؟ سهله
سهله ازاي، هتحسها ازاي ديت؟ نورمالي بحس البيز بتاعت اليورينري بلادر، البيز بتاعت اليورينري بلادر. الحاجه اللي بعد كده بير ريكتال اكزامينشن برضو ممكن يعرفني حاجه. هي قبل الاكزامينشن المفروض اللي انت بتبص على الانس صح؟ يبقى بيفور الاكزامينشن بتاع الانس، انس المفروض بعمل انسبكشن. طب استفيد من ايه من الانسبكشن؟ هيقول لك اذا كان في بواسير، اذا كان في نسور، او اذا كان في فيستولا، فتحات موجوده خارجيه او ألسر او غيره. ده الفيزيكال اكزامينشن في اليورولوجي يا جماعه. ما ننساش برضو ان احنا مش بس هم دولت اللي بنبص عليهم، ده احنا كمان بنبص على بنبص برضو على اليورينري، على الاكسترنال جينيتاليا وعلى السكروتوم. اكسترنال جينيتاليا بدور عليها نفس الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الاعراض، وبدور برضو على ايه؟ على السكروتوم، ببص عليه على نفس الحاجات اللي احنا قلنا عليها، بتاكد من التستس، من الابيديدمس، من الفاز. بتتاكد من كل حاجه. والاكسترنال جينيتاليا برضو بتتاكد منين؟ من الميتس، البينس، الميتس والبينس وايه واليوريثرا. تاكد ان كل حاجه تمام، مفيش ديسكلاريشن، مفيش اي حاجه. في حاجه بس عايزين نتكلم عنها، وهي ان احنا برضو في السكروتم بنشوف الاسبرماتيك كورد. لو لقيت ان الاسبرماتيك كورد باين وظاهر وواضح، فدي معناها ان في سويلنج، في حاجه هيرنيتد في السبرماتيك كورد. ايه الحاجات اللي تعمل تخليك تحس السبرماتيك كورد؟ السبرماتيك كورد نورمالي ان هو نوت بالبيتد اكسبت في الفيري سين بيبول. كون ان انت تحس السبرماتيك كورد، يا جماعه السبرماتيك كورد هو ايه الاول عشان برضو لو مش فاكرين؟ احنا عندنا ادي السكروتوم، جوه السكروتوم عندنا موجود التستس، والتستس ماشيك فيها الابيدرمس. الابيدرمس المفروض بيطلع منه ايه؟ بيطلع منه الفاز ديفرنس، والفاز ديفرنس بعد كده بيتحد مع السيمينال فيزيكل الدكت بتاعتها عشان الاثنين يعملوا الايجاكيلاتري دكت. الايجاكيلاتري دكت بعد كده بتفتح ادي اليورينري بلادر اهي، وادي اليوريثرا. هي بتفتح عند اليوريثرا في الجزئيه بتاعت البروستات، وادي ايه؟ وادي اليوريثرا اهي طلعت، وادي البينس. اليورين ال structures اللي داخل عندك للتستس، عندك فيه ستراكشر زي ايه مثلا؟ زي يا سيدي ان انت عندك تستيكولار ارتري، وغير تستيكولار ارتري عندك فيه فينز ماشي حواليه اسمها تستيكولار فينز او البامبيني فورم بلكسس اوف فينز. تمام. طيب الحاجات ديت حوالينها في طبقه من التيشوز كلهم على بعض يا جماعه، الحاجات دي كلها على بعض اسمها الاسبرماتيك كورد. فالاسبرماتيك كورد امتى يتضخم؟ يا اما الفين حصل له كونجيشن، فينس كونجيشن، ودي بنقول عليها فاريكوسيل. يبقى يا اما فينس كونجيشن اللي هو الفاريكوسيل، يا اما ايه؟ يا اما ان في ميه موجوده ودي اسمها هيدروسيل. في ميه موجوده، اصل الجزء اللي هو بالاخضر ده حاجه اسمها بروسس فاجينالس، دي حاجه كده اصلا جايه من البريتونيوم كافيتي او متوصله مع البريتونيوم. فلو في ميه ابتدت انها تخش في الجزء ده هتعمل دايلاتيشن ليه صح؟ فالميه ديت، الميه ديت هتبتدي انها تعمل لك حاجه اسمها هيدروسيل. هو هنا في الكتاب شرح لك الاسباب بتاعه الفاريكوسيل كلها،
هنكتبها على جنب هنا ان بي الفاريكوسيل. فاريكوسيل عباره عن فينس كونجيشن او احتقان في الفينس سيستم. الاسباب بتاعته يا اما برايمري، وده بيكون في الان مارد ميل بصوره اساسيه، او سكندري. والسكندري ده بيكون في الغالب بسبب انسداد الفين من فوق. طب هو الفين هينسد من فوق ليه؟ لو تيجي تركز هتلاحظ ان البامبيني فورم فين او التستيكلر فين بيروح يصب في الانفير فينا كيف على الرايت سايد، وي سوري على الليفت سايد، وعلى الرايت سايد بيروح يصب في الليفت رينال فين. يبقى على الرايت سايد في الانفير فينا كيفا، وعلى الليفت سايد في الليفت رينال فين. ففي حالات الليفت رينال سيل كارسينوما بينضغط على الليفت رينال فين، فما بيقدرش الليفت تستيكلر فين يصب فيه، فهيبتدي ان هو يعمل ايه؟ فهيبتدي ان هو يعمل ليفت فاريكوسيل، ليفت سايد فاريكوسيل بسبب الاوكلوجن. اهي بسبب الاوكلوجن اوف الليفت رينال فين اللي هو بيصب فيه ايه؟ اللي بيصب فيه الليفت تستيكولار فين. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للفاريكوسيل. وكده الحمد لله خلصنا المحاضره الاولى. شكرا.